Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes surtout en bonne santé, que vous êtes prêts et prêtes pour commencer la partie 2, le premier chapitre biologie cellulaire, qui est la cellule prokaryote en anglais. Le chapitre, je l'ai déjà l'année passée en français, mais en anglais, le programme de biologie cellulaire en anglais. Je fais l'anglais parce que ça fait longtemps que je bien. Après, quitte la fac ou les années guerre, donc, notre. Donc, il a des ou là. تعفوني وديروا في بالكم بلي راني نحاول ندير مجهودي باش نعاونكم ونبسط لكم، ما تنسونيش من صالح الدعاء تاعكم هذا ما كان. الو درت لا بارتي اون المره اللي فاتت، ودوك نخلي لكم لو ليان تاعها تحت في لا بوكس اللي يحب يشوفها، ودوك نديروا لا بارتي 2. خاوتي بارطاجيو قد ما تقدروا لي فيديو، كل ما راح يلحقوا لاي انسان راح تكون في الميزان تاع الحسنات تاعكم. اذا لحقوا 1000 واحد راح تدوا حسنات تاع 1000 واحد، باسكو راهو علم ينتفع به. نبدأ كيف كيف. بسم الله. لا سيلول بروكاريوت لا بارتي 2. وش عندنا دوكا خاوتي؟ عندنا structures in bacterial cells، يعني راح نشوفو لا structure او البنية تاع الخلايا البكتيرية. اوكي بارفي. اول نقطة خاوتي سي structures common to all bacterial cells، يعني ما هي البنيات اللي نلقاوهم عند كاع الخلايا البكتيرية. نعاود، ما هي البنيات اللي نلقاوهم عند كاع الخلايا البكتيرية؟ أولهم خاوتي سي سيل ممبرين، لا مومبران بلازميك، ولا نسميوها الغشاء الهيولي. أي خلية بكتيرية، أي كي نقول خلية بكتيرية معناها اون سيلول بروكاريوت بالفرنسية. وش معناها ثاني خلية بكتيرية ولا سيلول بروكاريوت؟ يعني باش نعاود نوضح لكم، هي الخلية غير حقيقية النواة. وش معناها غير حقيقية النواة؟ معناها الأدين تاعها أو المعلومة الوراثية تاعها غير محمية بغلاف نووي. يعني لي كروموزوم تاعها ولا الأدين تاعها دي ان اي اون انجلي يجي محطوط في السيتوبلازم، يعني ديريكتومون محطوط في الهيولة غير محمي بغلاف. اوكي صح. دونك اول ستركتور اللي نلقاوها عند كاع لي سيلول باكتيريين سي سيل ممبرين، يعني الغشاء الهيولي. الثاني خاوتي سي سايتوبلازم، سايتوبلازم سي الهيولة. الثالث خاوتي سي رايبوزومز، رايبوزومز تعرفوهم الريبوزومات ببساطة. لي وشنو هو الدور تاعهم؟ هيا تفكروا معايا. ترادكشن ولا تخادكسيون يعني الترجمة، ترجمة الـ RNA إلى ماذا؟ إلى بروتين أو متعدد بيبتيد. تخي بيان خاوتي. One or few chromosomes، نقدر نلقى تاني اونفان، دايما لازم نلقى في اي خليه بكتيريه مهما كانت كيفاش دايره نلقى فيها كروموزومز، معلومه وراثيه دي ان اي. وقال لك نقدر نلقى واحد وان اور فيو ولا مجموعه. بارفي غالطين، نكملو. تاني حاجة خوتي راح نشوفوها سي structures found in most bacterial cells، معناها أهم البنيات، أنفان البنيات اللي نلقاهم في معظم الخلايا البكتيرية. شوفوا الفرق، هادو ما اللي قلت لكم الأولين سيل ممبرين سيتوبلازم اكسيتيرا، هادو ما واجب عليهم يكونوا في كاع الخلايا البكتيرية. باغكونتخ هادو اللي راح نشوفوهم دوكا خاوتي يكونوا in most bacterial cells، في معظم الخلايا البكتيرية. يعني نقدر نلقى واحد 10% ولا 15% ما فيهمش. أوكي مي معظمهم عندهم. اول حاجه سي سيل وول، سيل وول الجدار الخلوي. تعرفوا خوتي بالفرنسيه نسميوها لا باغوا، الجدار الخلوي. نفكركم وين شفناه بزاف، نفكركم سي في الخليه النباتيه، الخلايا النباتيه يا اخي كان عندها جدار خلوي شفتوا له خير. دونك تما اللي نلقاوها. والدوزيام خوتي سي سيرفيس كوتين، سيرفيس كوتين معناها كي شغل نلقى في معظم الخلايا البكتيرية طبقة تجي. كيفاش نفهمكم خالتي؟ شوفوا هذا الغشاء الهيولي، صح هذا الغشاء الهيولي، فوقه نرسم الجدار الخلوي زعما بالأحمر. في وسطهم خاوتي نقدر نلقى هذه surface coating اللي راح نرسمها اون فير،
وهي عبارة عن طبقة سكرية. معظم الخلايا البكتيرية نلقى عندهم هذه الطبقة السكرية اللي نسميوها جلايكوكاليكس. جلايكو شوفوا جليكو اون فرونسي جاي من كلمة جلوكوز. جلايكوكاليكس معناها هي طبقة سكرية نلقاها عند معظم الخلايا البكتيرية. الو قالوا لنا خاوتي structures found in some bacterial cells، يعني هادو هما البنيات نلقاهم في بعض الخلايا البكتيرية، ماشي شرط يكونوا كاينين. فهمنا خاوتي؟ صح. الاول هادو هما معظمهم شرحتهم في الكوغ اللي فات، دونك راح ندوز عليهم مرور الكرام. اولهم سي فلاجيلا. فلاجيلا خاوتي سي تو فلاجيلا ولا فلاجيلا هكايا الشرح، سي خاوتي الصوت. اوكي الصوت هذا اللي تمشي به الخلية البكتيرية، لو فلاجيل اون فرونس. الدوزيام خاوتي سي بيلي. زيدو نشوفو شكون بيلي، نشوفوها في لاكوتو باش تشفاوها باش تثبتوا المعلومة أحسن. هام ليك خاوتي البيلي هادو ما هما كيشغل زغابات أو زوائد جلدية تعاون البكتيريا باش تلصق في لي سيرفاس، يعني تعاونها باش تثبت ولا تثبت. التالت خاوتي سي فيمبرياي. فيمبرياي هادوما هما الأهداب، الأهداب ولا ليسيل، ها ليسيل بالفرنسية والأهداب بالعربية، فيمبرياي أو مونجلي. الرابعة خوتي سي كابسولز. كابسولز معناها المحفظة ولا لا كابسول، هذه نوريها لكم نعاودها لكم بالشوارع. سي هذه الطبقة الأولى كابسولز معناها المحفظة. هما كيفاش يكونوا الأغشية مرتبين؟ عندنا الكابسول هي الأولى، عندنا موراها لا فاغوا هي الدوزيام، والثالثة سي لا مومبران بلازميك. En anglais, c'est capsule, بعدها cell wall, بعدها plasma membrane. نكملوا خوتي الخامسة، سي سلايم لايرز. سلايم لايرز هذه هي طبقة هلامية تقدر تكون متواجدة وتحيط بالخلية البكتيرية. أميرة ما فهمناش، فهمينا نفهمكم بالتصويرة أحسن شيء. هذه خلية بكتيرية عادية تقدر تكون فيها الكابسل ومن بعد سيل وول ومن بعد المومبران البلازميك لا بلازما ميمبرين. صح. مي نقدر نلقى خلية بكتيرية عندها هادوما وعندها تاني طبقة هلامية سلايم لايرز تحيط بها. أوكي طبقة هلامية أو مخاطية، هذه ماشي شرط تكون كاينة، مي تقدر تكون كاينة. اوكي عندنا انكلوجن خاوتي. انكلوجن سي هما زوائد او مواد تقدر تكون داخل البكتيريا كيما الاحماض كيما املاح، تقدر كاين بكتيريات تكون عندهم وبكتيريات ما تكونش عندهم على حسب العمل لا فونكسيون the function of the bacteria. هذه عندنا اكتين سايتوسكيليتن وهو عبارة عن لو سيتوسكيلت، مانيش حابة ندخل فيه بزاف، الجدار الخلوي. الجدار الخلوي ما تعرفوش هذا خاوتي ومازال ما تقراوش عليه حتى وين لحقوا الدوزيام شابيتر اللي هو لا مومبران بلازميك، حتى عفوا حتى لحقوا التخوازيام شابيتر اللي هو لو سيتوسكيلت، باسكو هذا لو سيتوسكيلت هو جدار خلوي. شتو عفوا عفوا اكسكوزي موا زلت لسان زيادة، انتبهت قبل ما نكمل التسجيل على فيديو. نقصد خوتي هيكل خلوي ماشي جدار خلوي. جدار خلوي هو لا باغوا، خلينا منه. هذا السيتوسكيلتين هذا خوتي هو الهيكل الخلوي. علاش قلت لكم مازال ما قريتوش عليه؟ شتو كيما احنا الانسان عندنا هيكل عظمي يشد لنا الشكل تاعنا سبحان الله ويبين لنا الشكل تاعنا، الخليه البكتيريه واش عندها؟ الخليه اونفا ماشي الخليه البكتيريه، ديجا هنا راهم قال لك بعض الخلايا البكتيريه. الخليه في الحقائق في الحقائق في الحقيقه اللي يكون عندهم هذوما الخلايا حقيقيات المواد، خلية حيوانية خلية نباتية ماشي البكتيريا. البكتيريا غامض وين يكون عندها. لو سيتوسكيلت هذا ولا سايتوسكيلتين هو الهيكل الخلوي، هو هيكل ربي سبحانه خلقه لها باش يشد لها الشكل تاعها ويبين لها الشكل تاعها سبحان الله. البكتيريا خوتي اون جينيرال ما عندهاش، بعض البكتيريا تبارك اللي لقى عندها. اخر نقطة سي اندوسبورز. سبورز خوتي هما عبارة عن ما نبانيش كيفاش نعطيكم نبدا خفيفه ظريفه. شوفوا تبعوا معايا حكايه صغيره. هذه بكتيريا عايشه في وسط
صرا فيه تلوث، نقصت فيه الماكلة، صرا فيه ظروف غير ملائمة للعيش. أوكي، هذه البكتيريا واش راح يصرى لها خاوتي؟ لوجيكمون راح يقولوا لي أميرة مادام ما كاش الماكلة وكاين تلوث اكسيتيرا راح تموت. صح، كي تكون حتموت راح يكون ربي سبحانه سبحان الله عندها دايما خالق لها هاد لوندوسبور. اندوسبور هي شغل واحد الحبيبات تكون داخل البكتيريا. لو كان البكتيريا الام الكبيره تموت، هادوما الاندوسبور يقاوموا، عندهم لا ريزيستونس، عندهم المقاومه، ثم يقاوموا هادوك الظروف اللي ماشي ملاح. مور ما يفوتوا هادوك الظروف مور ما يفوتوا هادوك الظروف عفوا، يفقسوا هادوما لي سبور. كي يفقسوا هادوما لي سبور يولوا عباره عن بكتيريا كبيره. سبحان الله، جو سي كو كاين بزاف راهم يقولوا سبحان الله. اي بان شغل هادوما سي دي بيبي تاعهم يكونوا داخلهم، ولو كان صرا ظروف غير ملائمه والبكتيريا الام تموت، هما يقعدوا يقاوموا وما يموتوش حتى وين تتسقم الظروف باش يخرجوا ويفقسوا ويولوا بكتيريات حقيقيه. فوالا، جيسبر كنكون وضحت لكم الفكره. ما تنساونيش من صالح الدعاء تاعكم. هنا خاوتي هاد لو شيما راه فيه معظم ستركتورز اللي شفناهم وراهم حاطينهم، يعني خير هكا تشوفوهم افضل وتفهموهم اكثر. جلايكوكاليكس هي الطبقة اللي راهم راسمينها بالغاز، وقلت لكم هي عبارة عن طبقة سكرية. اسكو دايما نلقاوها؟ نلقاوها عند موست باكتيريال سيلز، عند معظمهم بصح ماشي كامل. النقطة الثانية خالتي، هنا خالتي شوفوا راح نفرقوا بين لي زيليمون برينسيبال، اوكي، يعني لي زيليمون المهمين، باسكو هذه ما راح تطيح في لي زيكزامان ولا دايما اللي هي تطيح. يقول لك فاكولتاتيف اليمنتس، يعني وري لنا ولا اكتب لنا، يعطوكم يقدروا يعطوكم خليه هكا بكتيريا ويديروا لكم هكا وتشوفوا سوا سوا، ما يديروا لكمش برك اون جينيرال، ما يديروا لكمش الشرح هذا غير، ولا داروا لكم الشرح يمدوا لكم واحد برك تشرحوه، زعما بلازميد وشنو هو بلازميد، ما يقول لكمش كامل الشرح. في معظم الاحيان من نتوما كي تفهموهم خاوتي راح يكون خير، راح يكون عندكم باز افضل. اوكي صح، دوكا خاوتي راح نفرقوا بين لي زيليمون برينسيبال وبين فاكولتاتيف، معناها لي زيليمون اللي ماشي دايما يكونوا كيما جلايكوكاليكس برينسيبال ولا فاكولتاتيف. الو خوتي، هنا حوست على الكلمات اون انجلي ومن الاحسن تشفاو عليهم اون انجلي. مين اند اوبشنال اليمنتس، مين معناها ليليمون برينسيبال، العضو ولا لا ستركتور، البنيه الاساسيه اللي دائما نلقاها عند لي باكتيري. اوبشنال معناها الفاكولتاتيف، واش معناها الفاكولتاتيف؟ معناها الثانوي، معناها كاين دي باكتيري نلقاهم عنده وكاين لا لا. دوكا انا راح نقرا لكم هذوما اللي راهم قدامنا ديجا، هما اللي راح نكملوا بهم لا فيديو تاعنا، وانتم تقولوا لي مين ولا اوبشنال. اوكي، ديروا راكم في اختبار وراكم تجاوبوا او ميم طون، اشفوا عليهم من الشكل هكا باش تبدوا اون باز هايله. بسم الله. الو، جلايكوكاليكس خاوتي اللي قلت لكم هو سكر او بنيه سكريه، مين ولا اوبشنال؟ اوبشنال، تري بيان، كاين اللي لقاهم كاين لا. دوزيام، باكتيريال كروموزومز، يعني دي ان اي، هاوليك اوبشنال ولا مين؟ مين، بارفي، لازم يكون دي ان اي. بلازميد، بلازميد هذا ما حكيت لكمش عليه خاوتي، بلازميد هو عبارة عن كروموزوم صغير، كي شغل كروموزوم صغير ولا دي ان اي صغير، يجي سيركل، سيركل معناها مدور، اوكي، و يعني نقولوا منفصل على الكروموزوم الرئيسي ولا الاديان الرئيسي، شغل اديان صغير ومنفصل على الرئيسي، حامل معلومة وراثية تاعو. اسكو دايما يكون ولا ما يكونش؟ هنا انا لازم نجاوبكم، هو اوبشنال، ماشي دايما يكون، كاين اللي عندهم كاين اللي ما عندهمش. زيدوا خاوتي، بيلي اللي قلناها بيلي ولا بيلوس كيكونوا جماعة مجموعة، بيلي خاوتي، بيلي هاوليك اوبشنال ولا ماي؟ اوبشنال خاوتي، ماشي دايما يكون. نعاود نفكركم، ها شوف ديجا يكون عند سام باكتيريال سيل ماشي كاع. رايبوزومز، لي ريبوزوم، هيا خاوتي قولوا لي لي ريبوزوم،
مايل لازم يكونوا هنا. خوتي لاحظت حاجه بلي ما راهوش دايرين فرق كبير بين الشكل تاع البلازميد والريبوزوم. ديروا في بالكم بلي البلازميد يكون شويه كبير على الريبوزوم، باسكو كاين بالك دوكا يتبانيكا يقول له كان يطيح لي انا هاد الشيما، وين نعرف انا وراه البلازميد وراه الريبوزوم؟ البلازميد خوتي يكون شويه كبير، اوكي البنيه تاعو دي شويه كبيره ماشي سوا سوا كيما راهم دايرين. باردون اكسكوزي موا اكسكوزي موا، هذا وين طاحت عيني عليها وانتبهت لها. البلازميد خاوتي هاوليك 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 سيركل، انا راه في بالي راني نشوف هاد الزروقه الصغار هما داروهم بلازميد، باسكو جازوا عليا بزاف لي شيما هكايا تاع لي باكتيري. دونك شوفوا معايا خاوتي هاوليك، هاو البلازميد هنا راهم مبينين له سيركل، هاو مدور ودايرين الالوان. بينما هادو هما الصغار البلو وشنو هما؟ رايبوزومز، وهما اوبشن باردون، وهما مين رئيسيين، بينما البلازميد اوبشن. زيدوا خاوتي اكتين سايتوسكيلتون، ايا مين ولا اوبشنال؟ اوبشنال. فلاجيليوم ولا فلاجيلا كنا نسميوها، لو فلاجيل مين، تري بيان لازم يكون كاين. عاود نفكركم خاوتي شوفوا بون، هما هنايا راهم دايرينو في سام بكتيريال سيلز، يعني الفلاجيلا راهم دايرينو اوبشنال ماشي مين. صح في الحق خاوتي معظم البكتيريا لقاو عندها فلاجيلا، معليش بصح هنايا نتبعوهم هما نقولوا بلي اوبشنال وماشي مين. فامبرياي ولا ليسيل الاهداب هادوما اوبشنال. انكلوجن لي غرانول الجزيئات اللي يقدر قلت لكم يقدروا يكونوا كاينين اوبشنال. سيل وول ولا لا باغوا ولا الجدار الخلوي مين. سيل ممبرين لا مومبران بلازميك مين. اوتر ممبرين، اوتر ممبرين خاوتي يعني هي الممبران اللي تقدر تكون على البرا. هاد لا مومبران نقدر نقول تاني هي تقدروا تشبهوها بالكابسول المحفظه اللي تجي خارجيه، يا اخي فهمتكم، تجي الكابسول هي الاولى، موراها السيل وول، موراها لا باغوا، موراها لا مومبران بلازميك. اوتر مومبران هذه ولا الكابسول نقولوا عليها اوبشنال وماشي مين. اون ذا سبور اللي شرحتهم لكم شنو هما، هذوما اوبشنال. وسيتوبلازم لو سيتوبلازم مين ولا اوبشنال خاوتي؟ مين، تري بيان برافو. الو نشكركم على تتبعكم لهذا الفيديو، وندعي ربي ان شاء الله ربي يوفق كل واحد فيكم ويسهل لكم كل صعب، وما تخافوش راني معاكم. كونوا برك دي سيريو، قراو بشويه حاجه ما صعيبه باذن الله، ان شاء الله ربي يرزقكم لي ولكم ان شاء الله المراتب العليا. والسلام عليكم ورحمه الله. بارطاجيو الفيديو، كل ما نشوف الدعم زاد كل ما نزيد نخدم لكم كتير.